بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه ما زلنا مع الجي يو اي، بس بناخد المرة دي حاجة اسمها الانتنت. والانتنت ده موضوع كبير خلاص في الاندرويد. الانتنت حاجة تقدر تبعت رسالة ما بين اي تو كومبوننتس، اكتيفيتيز، كونتنت بروفايدرز، برودكاست ريسيفرز، سيرفيسز، يعني في حاجات كتير بيقدر يعملها. بيقدر يستارت سيرفيس، يفتح سيرفيس، يبدأ يفتح اكتيفيتي تانية، يبدأ يعرض ويب بيج، يعرض لك الكونتاكتس بتاعتك، يبعت مسج، يعمل فون كول، يعمل حاجات كتير جدا. تمام، دي فكره الانتنت. تعالى بس نبدا كده بحاجه بسيطه ونشوف يعني الفكره بتاعت الانتنت. بس ببساطه الاكسبلسيت انتنت دوت بيتعمل ازاي. انا هاجي عند مثلا عند اوبن دي ومش عايز اعمل اوبن، انا عايز اعمل ايه، او في نيو عايز افتح اكتيفيتي تاني. فقمت فاتح القسم بتوعي عشان اكتب كذا سطر، وعايز افتح نيو اكتيفيتي. يعني اول لما ادوس عليه هفتح ايه، افتح ويب بيج. بلاش، خلينا نفتح ويب بيج وبعد كده اوريكم اكتيفيتي، مش مشكله. فقلت له عرفت انتنت وبيساوي انتنت، وقلت له دوت انتنت دوت، وبداني بقى الاكشنز اللي ممكن الانتنت يعملها. شايف لسته من الاكشنز كتيره جدا جدا، هنتعرف على كذا واحده فيهم وانت قلب في الباقي. تمام، اخترت منهم الاكشن فيو. تمام، الاكشن فيو انا عايز اعرض شيء. تمام، هديك حاجه تعرضها على طول مباشره. فالانتنت عرف النوعيه اللي هيشتغل عليها او الحاجه اللي هيقوم بيها، لان الانتنت حاجه كبيره وفيها شغل كتير جدا. طيب قلت له انتنت دوت داتا، يعني البيانات بتاعتك اللي انا عايزك تعملها. قلت له ان انا عايز اديك يو ار ال تفتحه، عايز اديك يو ار ال تفتحه. قلت له يو ار اي دوت بارس، يعني عالج او اقرا او تفهم اليو ار ال اللي انا هديهولك ده. وانت كاتب له بقى ايه يو ار ال، يو ار ال سترنج اتش تي تي بي كولون وشرطه كده دبليو دبليو دوت جوجل دوت كوم مثلا. تمام، او اي حاجه. فالمفترض ان كده هو هيبارس اليو ار ال دوت، وبعد كده يقول له بقى ستارت، فيبدا يفتح الكلام ده. يبقى انا الاول عرفته هو هيعمل ايه، ثاني حاجه اديته البيانات اللي انا اللي هو عايزها، وبعد كده قلت له ايه ستارت الاكتيفيتي. وستارت الاكتيفيتي قال لي اديني الانتنت، فقلت له الانتنت اللي احنا ظبطناه ده، فهو عارف ان هو اكشن فيو وعارف اليو ار ال، فيفيره. تمام، فيبدا يعمل له ايه فايرنج. فهم بس خلاص عرفت الانتنت واديته الداتا اللي هو عايزها، وبعد كده ستارت الاكتيفيتي واديته الايه الانتنت بتاعتي. فجيت هنا على نيو، هتلاقوا ان ما عملناش ري ران يعني، فاعمل ري ران الابلكيشن واجرب. مفترض طبعا لما تدوس عليها هيفتح بقى البراوزر ويفتح لك الموقع اللي انت عايزه، مفترض ده الوضع اللي هو هيعمله. فجيت كده من المنيو بتاعتي وعملت نيو، فتح لي البراوزر زي ما احنا شايفين، ودخلني على ايه؟ على جوجل اهو، فتح معانا ومفيش ايه؟ مفيش اي مشكله. وده كان اول حاجه كده مع الانتنت.